أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف نجمع بين قوله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما وقوله تعالى لا يرتد إليهم طرفهم؟ يقول: كيف يكون العمى في الآية الأولى وفي الثانية دليل على وجود البصر؟ يا أخي الآخرة أحوال ومواقف، أحوال ومواقف ليست موقفا واحدا، فكل حالة تثبت كما جاءت، فهي حالة يتكلمون ويسألون وفي حالة لا ينطقون ويختم على أفواههم. فالآخرة ذات أحوال تغيرات. نعم.